اليوم حنتكلموا على إيرادات النفط ومشتقات النفط أو مردود الإنتاج النفطي والصناعة النفطية على ليبيا. النفط هو محرك الحياة في أغلب دول العالم، وليبيا لها إنتاجها وصادراتها وإيراداتها من النفط ومشتقات النفط. طبعاً بلادنا واخدة أنظار العالم ويبحث على مصالحها فيها، خاصة مصالحها النفطية، ويمثلنا النفط النسبة الكبيرة من إيرادات الدولة بشكل عام. لكن خلينا نطرح سؤال، كم كانت إيرادات ليبيا من النفط ومشتقاته في 10 سنوات؟ يعني من عام 2012 إلى العام 2022 من واقع توثيق وسجلات ديوان المحاسبة. أكيد أغلبنا يعرف بأن 10 سنوات الأخيرة كانت 10 سنوات صعبة في تاريخ ليبيا وحياة كل الليبيين، وزي ما تعرفوا السنوات هذه صحبتها مواجهات وحروب واعتصامات واحتجاجات تسببت في أكثر من مرة لإعلان القوة القاهرة وتوقف الإنتاج، واللي وصل في كثير من الأحيان لإيقاف الإنتاج، واللي تراوحت مدة لشهور طويلة في بعض السنوات، وهذا كله أثر في إنتاج ليبيا وبالتالي في إيراداتها. باهي تمام، كم كانت إيرادات ليبيا من النفط والمشتقات النفطية في 10 سنوات؟ من خلال تصفح تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022، خاصة في قسم الإيرادات والنفقات وأبواب قطاع النفط، وبعملية جمع الأرقام وبحسبة بسيطة يظهر التالي: إيرادات ليبيا من النفط ومشتقاتها خلال 10 سنوات كانت 231 مليار دولار. هلبا خبراء يقولوا بأن الإيرادات حتكون أكبر في حالة كانت ليبيا تعيش حالة من الاستقرار، وفيه من يقول بأن هذا المبلغ متواضع جداً مقارنة حتى مع الظروف اللي تعيشها ليبيا. أما أسباب الانخفاض وتعثر الإنتاج والتصدير يفسر فيها ديوان المحاسبة في كل عام، وفي عوامل هلبة أهمها العامل السياسي والأمني واللوجستي. وأنت شو رأيك؟ هل تعتقد إن إيراداتنا النفطية مقنعة ولا لا؟